السنة هذه ربما شفتوا عندنا تقديرات يعني انت حوالي 35 ألف هكتار، مما يعني حوالي 2.3 حتى 2.4 مليون قنطار يعني كتقديرات يعني للإنتاج السنوي. الحمد لله الولاية قطعت شوط كبير في ربط المحيطات بالكهرباء، لأن من سنة لسنة عندنا يعني ربط كبير. كذلك للمستثمرين المهتمين بالربط يعني بالهاتف أو بالألياف البصرية من أجل يعني الولوج في الفلاحة الداخلية، فنعطيهم كل التراخيص. يتم كذلك استصدار رخص يعني حفر الآبارات العميقة يعني في تقريبا في يومهم.